ينعاد عليكم أعزائي بالصحة والعافية. أنا اشتركت بكرمس العيد وحبيت صوركم كل شي حضرته للكرمس من البداية للنهاية وكيف كانت النتيجة. يلا تابعونا لآخر الفيديو يلا نشوف كيف حضرت للكرمس. من البداية أعزائي عندي هون علبة جيلو، حضرت جيلو على فريز وعلى أناناس وعلى ليمون، حضرت البريوش، البريوش على جبنة وبريوش على شوكولا. شوفوا كيف كانت النتيجة، بريوش رائع وكتير طيب. حشيت الجبنة جبنة موتزاريلا ونابلسية، وحطيت على الوجه سمسم وجبنة موتزاريلا والشوكولا، حشيت قطع شوكولا وحطيت على الوجه فيرمسل، وهيك كانت النتيجة أعزائي. بريوش كتير طيب وبشهي. هلأ حضرت الكب كيك وحطيت على وجهه قطع شوكولا، وشوفوا كيف كانت النتيجة، ما شاء الله روعة بشهي. غلفته بالغلاف وحطيت لوجو القناة كمان، وغلفت البريوش، البريوش اللي بجبنة والبريوش اللي على شوكولا، وحطيت لوجو القناة عليه ونمر التليفوني كمان اللي بحب يوصي كرمال يدق لي لجهز له كل شي بحبه من هالمنتوجات اللي أنا عملتهم بالبيت. هيدي قطعة البريوش كيف غلفتها، حطيت لوك القناة عليها. هيدي التحضيرات اللي بالبيت اللي عملتها للكرمس، وثقت لكم إياها، صورت لكم إياها لحظة بلحظة أعزائي. وهون عملت سبلة، وهيك كانت النتيجة. طاولة بتشهي مزينة بكافة أنواع الحلويات اللي بتحبوها، من كب كيك لبريوش على شوكولا وعلى جبنة لسبلة وجيلو كاستر، كمان عملت كاستر وعملت بوشار وترمس كسر على شوكولا وكسر على حليب. يعني طاولة كانت كتير رائعة وبتشهي. أجواء العيد عنا بلبنان كانت كتير حلوة، يعني كرمس بجنين وكتير حلو. تسلينا كتير بالعيد، وينعاد عليكم أعزائي بالصحة والعافية، وأهلا وسهلا فيكم بقناة ماما مروة، ودايما بتمنى تتابعوني ودايما حنزلكم كل شي جديد. أعزائي ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد من قناة ماما مروة.